أولا يتقدم لكم الرفيق أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن نفسه ونيابة عن الجبهة الشعبية بأسمى آيات الشكر والاعتزاز على ما تقومون به من دور نضالي مهم في دعم القضية الفلسطينية والأسرى، ويهديكم رسالة الرفيق الأسير القائد بلال كايد الصادرة بتاريخ 15 أغسطس 2016. هذه رسالة الرفيق بلال: إلى صوت الحرية والإباء ووقفات العز والشموخ، إلى الأحرار والمناضلين ورافعين شعار الكرامة، إلى المتجاوزين حدود عار الصمت الذي يندى له جبين الشرف، لكثير من المطبعين والرافعين للعبارات المنمقة وداعمين شكلا الحرية، أحييكم وأنا أقود معركة إلى جانبكم وبدلكم، معركة الإباء والصمود والتحدي لقرارات الاحتلال الغاشم الذي ينوي من خلفها ليس تركيعي فحسب، بل تركيع شعب بأكمله وكسر إرادته وتعكير صفو عزيمة العيش الكريم. وليس وقوفكم معي إلا شمعة تضيء في عتمة ظلام السجن وتشد من أزري وتثني على أداء شعبي، هذا الشعب العظيم بكل أطيافه ومكوناته، وشيوخه قبل شبابه ونسائه قبل شاباته، الذي يطالب ويصر على مطالبته بالإفراج عني كجزء من عملية تحرره من دنس الاحتلال مرة وإلى الأبد. فشكرا لكم، شكرا خالصا أعبر به عن امتناني لوقوفكم الحر في زمن عز على الأحرار الوقوف فيه، راجيا أن ألتقيكم ليس بصوتي فقط، بل جسدا حرا وعقلا منفتحا في سماء الحرية على أرض فلسطين الحرة بأهلها وشعبها، وبكم حتما سننتصر. الأسير بلال كايد، مستشفى برزلاي، مدينة عسقلان. فإلى الرفاق، كل الرفاق التحية، للكوفية الحمراء للبندقية، للقرار الصعب في أوج القضية، لكل من طاب له الانتماء للجبهة الشعبية. أنا عربي، أنا عربي، ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8، وتاسعهم سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي، وأعمل مع رفاق الكدح في محجر، وأطفالي 8، أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي، أنا اسم بلا لقب، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل السرو والزيتون، وقبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث، أبي من أسرة المحراث، لا من سادة النجب. وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب، يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب. وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب، فهل ترضيك منزلتي؟ أنا اسم بلا لقب، أنا عربي. والآن مع كلمة الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي يلقيها الرفيق إبراهيم كمال الدين، فليتفضل مشكورا. أيها الأخوات، أيها الأخوة، أسعدتم مساء. تحية لكم من الأمين العام للمؤتمر القومي العربي وللأمانة العامة لكل فرد فيكم.
هذه الوقفة التضامنية التي يقفها شعب البحرين منذ أن بدأ على السطح نضالات الشعب الفلسطيني أيام الاستعمار البريطاني والاستعمار الاستيطاني الصهيوني على أرض فلسطين. توجهت القوافل من البحرين في عام 1936 لمناصرة الثورة الكبرى في أرض فلسطين. كان يتزعم الحملة فلسطيني اسمه إبراهيم نوح. هذا الإنسان الذي عمل في مطابع الزايد قاد هذه الحملة إلى فلسطين ولم يعد إلى البحرين، حيث التحق بالثورة مقاتلا وقائدا واستشهد على أرض ثرى فلسطين. هنا كان التلاحم فيما بين الشعب البحريني والشعب الفلسطيني. عندما أعلن قرار التقسيم من هيئة الأمم المتحدة خرجت في البحرين المسيرات والاعتصامات والمظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني، وحملت بعض الأفراد وليسوا قوى سياسية بنادق وليتوجهوا لأرض فلسطين. واستجابة إلى النداء الذي وجهته الثورة الفلسطينية قبل قرار التقسيم بالاستنجاد بالمقاتلين العرب، لم يتسنى لهؤلاء المقاتلين الوصول إلى أرض فلسطين، ولكن سجل التاريخ مبادرتهم من أرض السنابس البطلة. فهذا هو شعب البحرين، ولكن الواقع في هذا الوطن الذي يمزقه الآن الاقتتال والذي يراد له التفتيت بعد التفتيت الأولي باتفاقية سايكس بيكو، هذا الوطن انشغل بهمومه الداخلية. عودة للتاريخ قليلا، عندما وقع أو صوت شعب البحرين على الميثاق واعترف بجمعية مقاومة التطبيع كأول جمعية لمناصرة فلسطين، سيرنا أول مسيرة في البحرين في هذا الشهر الحار جدا، وشهدت البحرين أكبر مسيرة لها لم تشهدها طوال فترة قانون تدابير أمن الدولة الذي دمر الأخضر واليابس في هذا البلد. هذه المسيرة سقط فيها مغشيا عليه وليس ميتا 14 شخص حملتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى من الجهد الحراري الذي كانت فيها ليلة ما لا أتذكر التاريخ، ليلة المسيرة. كم كانت الحشود ضخمة، وكم كان التأييد مرتفعا والحماس مرتفعا. لو نأتي الآن إلى الواقع لنجد مجموعات قليلة تشترك في يعني مهمة إنسانية قبل أن تكون قومية وقبل أن تكون وطنية. هذه المهمة مسؤوليتنا إحنا حتى نوصل صوت شعب البحرين إلى أخواننا في سجون العدو اللي يعانون يعني أسوأ أنواع التعذيب اليومي والاضطهاد اليومي على أيدي جلاديهم الصهاينة. المناضل عندما يتحول من مناضل خارج السجن إلى داخل السجن يحمل معه بوصلته النضالية، ويبدأ الإضراب عن الطعام كسلاح أخير بعد المطالب التي يتقدم بها المعتقلون أو السجناء أو الأسرى في سجون العدو، بعد أن يأسوا من تحسين أوضاعهم المعيشية ومقابلات أهاليهم والوضع المزري في زنازين انفرادية. تقدموا بطلباتهم ولم يستجب العدو، سلاحهم الوحيد هو إمعاءهم التي يواجهون بها العدو. وبالفعل الإضراب عن الطعام يحرك الضمائر، الإضراب عن الطعام
حرك الأجواء الراكدة في الوطن العربي. اليوم هناك 170 شابا عربيا يعقدون مخيما في تونس، أضربوا عن الطعام في في الملعب البلدي مع جموع الرياضيين التوانسة في هذا الملعب حتى يصل صوتهم إلى المضربين عن الطعام في سجون العدو. وكم ترتفع معنويات الفلسطينيين عندما تصل لهم وينتظرون من البحرين أي حركة ويفتخرون بها ويعتزون بها، ودائما فيما بينهم يذكرون بأن أصغر شعب في المنطقة العربية دائما هو المبادر ودائما هو المقدام ودائما صوته ننتظره حتى يرفع من معنوياتنا. فبالتالي لا تبخلون على أخوانكم في سجون العدو من التواصل معهم بها مثل هالوقفات هذه الموجودة. كم فرحوا، وهذه رسالة أبو أحمد فؤاد شاهدا على فرحهم للموقف الذي يتقفه جمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية مقاومة التطبيع من أجل نصرة فلسطين. في لبنان أول أمس كانت في وقفة تضامنية مع المضربين عن الطعام، وأرسلوا رسائل إلى الأمم المتحدة، ونتيجة لهذا الإضراب تحركت المياه الراكدة كذلك في منطقة الخليج. وكلكم مرت عليكم رسالة إلى الخليجيون ضد التطبيع، وكثير منكم وقع عليهم لما مرت عليه. هذه أول بادرة من خليجيين وسعوديين وقطريين تظهر إلى العلن. طبعا جمعية مقاومة التطبيع يعني جمعية معترف بها وتعلن ولها نشرة ولها مجلس إدارة وإليها أنشطتها المعروف بها وتحضر مؤتمرات، ولكن بالنسبة إلى أخواننا السعوديين وبالنسبة إلى أخواننا القطريين هذه لأول مرة تظهر علنا موقفهم من مقاومة التطبيع. ليس هذا فقط، ليس هذا فقط، ولكن العالم بدأ يتجاوب مع إضراب أخواننا الفلسطينيين. الجامعات الأوروبية بدأت تشدد حصارها على جامعات العدو، وبالمقاطعة لكل إنتاجهم الأدبي والعلمي والتبادل الزيارات. بعض الدول تقاطع منتجات المستعمرات أو المستوطنات الإسرائيلية وإنتاجها المصدر إلى أوروبا. هذه كلها خطوات يعني تتصاعد، ونتمنى أن تتصاعد في سبيل نصرة هذا الشعب الذي يحتاج إلى وقوفنا وتجديد مواقفنا وتصعيد مواقفنا، لأن مثل ما هي قضية الفلسطينيين هي قضية عربية، قضية إنسانية، قضية قومية. فلذلك لا تبخلون على أخوانكم بالوقوف معهم ونصرتهم، وشكرا لكم على مواقفكم. هذا شلون تحلها الحين؟ انحلت سلامات. شكرا جزيلا إلى الرفيق أبو أنمار على الكلمة. سجل أنا عربي، ولون الشعر فحمي ولون العين بني، وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية، وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها، وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها، وعنواني
أنا من قرية عزلاء منسية، شوارعها بلا أسماء، وكل رجالها في الحقل والمحجر يحبون الشيوعية، فهل تغضب؟ سجل، أنا عربي، سلبت كروم أجدادي، وأرض كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذار حذار من جوعي ومن غضبي. ثاني كلماتنا لهذه الليلة مع كلمة الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، يلقيها رئيس الجمعية الرفيق جمال الحسن، فليتفضل مشكورا. السيدات والسادة، أسعد الله مساءكم بكل خير. نقف اليوم لنعلن تضامننا ودعمنا التام لنضالات شعبنا الفلسطيني البطل في مواقع المواجهة الأمامية مع العدو الرئيسي للأمة العربية وسرطان المنطقة، ذلك الكيان المسخ الذي زرعته قوى الاستعمار والاستكبار العالمية في قلب أمتنا العربية كثكنة عسكرية دائمة تنفيذاً لأجندتها الاستعمارية البشعة للسيطرة على مقدرات وخيرات هذه الأمة من المحيط إلى الخليج. نقف اليوم مع الأسير البطل الرفيق بلال الكايد، وهو يدخل الشهر الثالث من بدء إضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك على أثر تحويل الكيان الصهيوني وأجهزته المجرمة للأسير البطل للاعتقال الإداري بحجة وجود ملف أمني سري يستدعي الاستمرار في أسره بعد أن أمضى 14 عام ونصف في سجون الاحتلال، وهو الأمر الذي رفضا قاطعا وتاما، ودخل في إضرابه المفتوح عن الطعام وكله دراية بأن هذا هو الخيار الوحيد والطريق الأمثل لمنع الكيان من أن يقوم بتحويل كافة الأسرى إلى الاعتقال الإداري بعد أن تنتهي فترة أسرهم في زنازن الاستعمار، ورفض كافة المبادرات والمساومات من منطلق أن الحرية مبدأ لا يمكن المساومة عليه، ومن منطلق أنه عندما تنفذ حبات الرصاص تصبح الشهادة أغرب الطرق إلى الوطن الجريح، أن الرفيق بلال الكايد لهو دليل حي على أن إرادة المناضلين الصلبة لا يمكن لأبشع مجرمي العالم كسرها أو زحزحتها، وهي دليل على أنه بين الألم والأمل خيط رفيع من الصلابة والانتماء وروح التحدي، فها هم الأبطال ينضمون اتباعا إلى الأضراب المفتوح عن الطعام إسنادا لرفيق دربهم في مواجهة عنجهيته وقوة العدوان الصهيوني، وهو الأمر الذي يعد دليلا واضحا على أن كل جرائم هذا الكيان وما يسنده من دعم من قوى الاستعمار العالمية وحلفائها في المنطقة لم ولن يشكل أداء رادعة لمناضل من طراز بلال الكايد وكافة عناصر الحركة الأسيرة، وأن ما يرتكب في حقهم من جرائم لن يثنيهم عن مواصلة النضال حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين، من دنس الصهاينة. فقدر المناضلين أن يعضوا على جراحهم ويصرون على الاستمرار، وهذا ديدن الرائع بلال كايد. حضورنا الكريم
بالرغم من كل ما مر به ما تمر به المنطقة العربية من متغيرات وما يحاول القيام به بعض الخونة وقصيري النفس من حرف الصراع العربي الصهيوني في اتجاهات أخرى وتصوير الكيان الغاصب كعدو ثانوي وإثارة النعرات الطائفية والعرقية في المنطقة قاصدين بذلك تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد وتقسيم المقسم إلى دويلات عرقية ومذهبية متناحرة لا لشيء سوى تبرير وجود دولة الكيان الغاصب في وسط هذه الأمة وضمانه وتفوقه العسكري، إلا أن أمثال هؤلاء المناضلين الأبطال وعلى رأسهم الرفيق بلال كايد وباقي المقاومين في صفوف المواجهة الأمامية وعلى الخطوط التماس مع الكيان الغاصب يفشلون مشاريعهم الواحد تلو الآخر نيابة عن الشعب العربي من المحيط إلى الخليج. فقدر الشعب فلسطين أن يكون طليعة الشعب العربي في مواجهة الاستعمار والصهيونية العالمية، وقدر ثوار فلسطين أن يكونوا في طليعة الثوار، وقدر بلال الكايد أن يكون في طليعة ثوار فلسطين. حفلنا الكريم عندنا في هذه اللحظة الحامية من تاريخنا العربي المجيد لا يمكن لبوصلتنا أن تحيد عن القدس ولا يمكن أن نقف على الحياد، فمن اتخذ موقف الحياد في لحظات الظلم فقد اتخذ موقف الظالم. لذا فإننا نعلن تضامننا التام ودعمنا الكامل لكافة الخطوات النضالية التي تتخذها كافة فصائل المقاومة في مواجهة عنجهية الكيان الصهيوني، داعين كافة شرفاء العالم لإعلان تضامنهم ودعمهم المعنوي والمادي للشعب الفلسطيني حتى انتهاء الاحتلال الصهيوني وتحرير آخر شبر أرض فلسطين. ونستغل هذه الفرصة لتقديم أسماء آيات الفخر والاعتزاز بالمناظر البطل الرفيق بلال كايد والرفيق الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات وكافة الأسرى في سجون الاحتلال، ونعلن وقوفنا وتضامن التام معهم في معركتهم التي يخوضونها نيابة عن الأمة العربية، داعين جماهير شعبنا العربي والبحريني على وجه الخصوص لتقديم كل ما يستطيعون عليه من دعم للحركة الأسيرة والمقاومة الفلسطينية الباسلة ورفض كافة سبل التطبيع مع الكيان، ومن بينها زيارة الأراضي المحتلة عن طريق المعابر التي يسيطر عليها الكيان بأي حجة كانت، ومقاطعة كل من ينظم هذه الزيارات أو يشارك فيها كونها تهدف لكسر الحاجز النفسي وتساهم في تطبيع العلاقات الاجتماعية مع الكيان الغاصب في محاولة القضاء على القضية الفلسطينية، وهي القضية المركزية للشعب العربي التي تتربع على قمة سلم الأولويات. المجد كل المجد للشهداء، الحرية للأسرى، العار كل العار للصهاينة. وشكرا. شكرا جزيلا للرفيق جمال الحسن على هذه الكلمة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا، وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة، كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا،
وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا، وعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كالغبار المر مر بيننا، كالغبار المر مر أينما شئتم، ولكن لا تمروا بيننا كالحشرات الطائرة. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا ما ليس يرضيكم هنا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا قمح نربيه ونسقيه ندى أجسادنا، ولنا ما ليس يرضيكم هنا، حجر أو خجل. فخذوا الماضي إذا شئتم إلى سوق التحف، وأعيدوا الهيكل العظمي للهدهد إن شئتم على صحن خزف. لنا ما ليس يرضيكم، لنا المستقبل، ولنا في أرضنا ما نعمل. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة وانصرفوا، كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس، أو إلى توقيت موسيقى المسدس. فلنا ما ليس يرضيكم هنا، فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم. وطن ينزف وشعبا ينزف، وطن يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، لكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا ولتموتوا أينما شئتم، لكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة. الكلمة الآن لجمعية العمل الوطني الديمقراطي، يلقيها الأمين العام الأستاذ رضي الموسوي، فليتفضل مشكورا. شكرا. مساء الخير جميعا، الأخوة والأخوات الحضور. نحيي الليلة في هذه الوقفة التضامنية، ونعيد التأكيد على موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة وبوصلتها، كما نؤكد تضامننا مع الحركة الأسيرة التي يجسد اليوم الأسير المضرب عن الطعام الرفيق بلال كايد، الذي قرر خوض معركة الأمعاء الخاوية ضد ترسانة الكيان ومنظومته العسكرية والأمنية والسياسية والتشريعية التي هي أصلا فوق القانون الدولي. قرر كايد منذ 67 يوما خوض معركة الأمعاء الخاوية لتنتظم عملية المواجهة من طراز جديد داخل السجون الصهيونية، بدأتها كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، وعلى رأسها الأمين العام للجبهة الرفيق أحمد سعدات، لتمتد وتتوسع وتنتشر خارج جدران الأسر والاعتقال التعسفي الذي نشهد الكثير منه في بلداننا العربية، بلداننا التي تعاني من قضاء لا حول له ولا قوة. قرر بلال كايد المواجهة مع محتل غاصب مستخدما أمعاءه الخاوية، وهي معركة قديمة جديدة درج على الشروع فيها أسرى فلسطين بسجون الاحتلال. بدأ بلال إضرابي مؤمنا بعدالة قضيته وثقته بأن أحرار العالم يقفون معه في هذه المعركة، فضلاً عن أبناء شعبه الفلسطيني الذين سارعوا لتنفيذ فعالياتهم التضامنية
ومواجهاتهم مع قطعان المستوطنين الذين انتهكوا حرمة المسجد الأقصى، بينما الأنظمة العربية الرسمية غارقة في دماء مواطنيها وتلهث وراء التطبيع باستجداء مخزي يندى له الجبين. إن صرخات بلال وأوجاعه يدق بها ناقوس الشر والصبر والأمانة، كما يقول في رسالته الأخيرة التي أكد فيها تصميمه على انتزاع حريته أو الموت في سبيلها برفع مستوى المواجهة ليكون في مستواها، كما أوصاه الشهيد غسان كنفاني ونقل كايد عنه القول: لا تمت قبل أن تكون ندا. وها هو كايد يتحول إلى ند لسلطات الاحتلال وأغلاله التي تدمي جسده النحيل وهو مكبل في سرير الموت البطيء. حضور الكريم، بينما ينفذ كايد وسعدات والأسرى الفلسطينيون معركة إضرابهم عن الطعام ضد إجراءات الاحتلال بسجن بلال كايد إدارياً، بعد أن أنهى حكمه البالغ 14 عاماً في الأسر، ثمة من يحاول التذاكي على الجماهير العربية ويمعن في التطبيع مع الكيان الصهيوني ويحاول فرضه في إعلامه بأن هذا الاحتلال يمكن أن يكون الحليف الاستراتيجي للأمة العربية وبلدانها المتورطة في حروب استنزاف وقتل وحرق للأخضر واليابس، أنظمة لم تعد ترى في الكيان الصهيوني عدواً للأمة، فحرفت بوصلتها ووجهتها إلى مكان آخر، وتحاول من خلال إمبراطورياتها الإعلامية أن تقنع جماهير الأمة بما تروج له، متخلية عن قضية الأمة وعن مقدساتها في فلسطين والمسجد الأقصى. تحاول هذه النظم الاختفاء وراء وفود تدعى أو تدعي أنها أهلية، لكنها ممولة بالكامل بالمال العام وبرنامج الزيارات المطلوب تنفيذه، في محاولة يائسة منها لتحويل هذه الاختراقات إلى رأي عام يمكن الاعتداد به، رغم الحصارات التي ابتليت بها شعوب الأمة العربية. لكن المواطن العربي المبتلي بأنظمته السياسية الفاشلة رفض كل هذه المحاولات البائسة وأعاد الوهج للقضية المركزية من خلال مبادرات خلاقة في التضامن وتأكيد الموقف المقاطع والرافض للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني الذي يحرق الأرض والحجر والبشر في تواطئ من المجتمع الدولي الذي توقف حتى عن إدانته لعمليات القتل خارج القانون التي ينفذها جيش الاحتلال، ينفذها بحق الشباب الفلسطيني المنتفض والرافض لهذا الاحتلال المقيت. وفي هذا السياق نحيي أشقائنا في السعودية وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذين هبوا ونظموا حملات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي رافضين التطبيع مع الكيان ومنددين بالذين ذهبوا إلى تل أبيب خلسة والتقوا مع مسؤولي المخابرات الصهاينة المتهمين بقتل أطفال فلسطين وشبابها. نحيي هذه الوقفات التضامنية ونؤكد أنها تفعل فعلتها وتسهم في فرملة من تسول له نفسه من الأنظمة العربية التخلي عن القضية الفلسطينية وفرض معادلات لا تخدم إلا الكيان وحلفائه. إننا نؤكد إن أبناء الخليج ليسوا كما يصفهم الإعلام الأصفر الذي يتغذى من المال العام، بل هم في مقدمة الداعمين لقضيتنا المركزية ولشعبنا الفلسطيني البطل، وهو يواجه الاحتلال في الأسر وخارجه مؤمنين بعدالة هذه القضية وبشاعة وقذارة وجه الاحتلال ومن يروج للتطبيع معه.
كما نؤكد على ان هذا الحصار الذي يواجهه الشعب الفلسطيني لا يختلف كثيرا عن الحصارات التي يعاني منها الأهالي في العديد من الدول العربية، لكنها حصارات تتكسر على صخرة صمود أبناء الشعب وإرادة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وتسير مع التاريخ لا عكسه نحو الحرية ضد الظلم مع المساواة ضد التمييز بكافة أشكاله. إن عدالة القضية الفلسطينية أيتها الأخوات والأخوة دعت شعوب العالم للوقوف إلى جانب آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وضد ممارسات قوات الاحتلال، جاءوا للتضامن وأرسلوا الوفود لتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وآخرها وصول وفد برلماني أوروبي قبل أيام إلى الأراضي الفلسطينية معلناً التضامن مع بلال كايد ورفاقه. فالقضايا العادلة ومهما بلغت قساوة وحلكة الواقع لا يمكن طمرها تحت التراب، إنها تنبت أشجاراً جذورها ضاربة في الأرض وأغصانها تعانق سماء الحرية والعدالة. نجدد تأكيدنا في جمعية وعد على الاستمرار في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض المحاولات المستميتة لحرف بوصلة نضالنا القومي ضد هذا الكيان الغاصب. نطالب بالحرية للأسير الفلسطيني البطل بلال كايد وهو يواجه مخرز الاحتلال الصهيوني من سجنه بمستشفى برزلاي في مدينة عسقلان، يحاصر حصاره بأمعائه الخاوية وبإرادة فولاذية لا يتمتع بها إلا المناضلون، المناضلون الذين يحملون أرواحهم على كفوفهم يرفضون الذل والمهانة ومساومة المحتل على أرضهم رغم عمليات الاغتيال التي أقدمت عليها عصابات الاحتلال، كما حصل مع الأمين العام للجبهة الشعبية الشهيد أبو علي مصطفى وغير من القيادات السياسية والميدانية، ثم اعتقال الرفيق أحمد سعدات وعدد من الكوادر القيادية من الشعبية وغيرها من الفصائل المناضلة. وظن الكيان أن المقاومة قد قسم ظهرها، إلا أن رهانه كان خاسراً وسيظل على الدوام خاسراً بإرادة المناضلين الذين يرفعون شعارات التحرير والنصر. فهذه فلسطين تستحق كل التضحية والفداء، وتغليب مصلحتها العليا على الخلافات الحزبية الضيقة التي أضرت بها وبسمعة أبنائها المقاومين. ختاماً، نتقدم إلى الإخوة في الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذين شاركونا تنظيم هذه الفعالية التضامنية، والشكر موصول لكم جميعاً على إصراركم على هذا الحضور الجميل. الحرية لجميع أسرى فلسطين والوطن العربي. إن البطل بلال كايد وأحمد سعدات ورفاقهما سينتصرون حتماً، وحتماً سينتصر أحرار العالم ونحن معهم ماضون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً الأستاذ رضي. أعلان: تقيم الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني يوم السبت الموافق 20/8 أغسطس 2016 إضراباً تضامنياً عن الطعام مع الرفيق بلال كايد والأسرى المضربين عن الطعام من 9 صباحاً لغاية 9 مساءً في مقر الجمعية الكائن في منطقة العدلية.